أعلن دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تجديد منح كليتي التجارة والزراعة شهادتي الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد والمنتدى الدولي للاعتماد واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات الجامعة بحضور كل من المحاسب أشرف القاضي الأمين العام للجامعة والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي. التفاصيل والزميل خالد المشنب. أعلن الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على تجديد منح كليتي التجارة والزراعة على شهادتي الأيزو 9001 لعام 2015 وشهادة الأيزو 21001 لعام 2018 من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات الجامعة بحضور الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي وفريق لجنة المراجعين من الشركة المانحة. كلية التجارة من الكليات القديمة في الجامعة والتي تمثل منارة علمية في مجال إدارة الأعمال والمحاسبة بشكل عام. الحمد لله وفقنا الله عز وجل في العام الماضي للحصول على شهادة الأيزو، شهادتي الأيزو 9001 2015 و 2021 2018. طبعا في المرة اللي فاتت الحمد لله الكلية حققت كل المعايير المطلوبة من أجل الحصول على الشهادة، إلا أننا لم نكتفي بذلك بل بذلنا جهد إضافي هذا العام للتحسين والتطوير بالشكل الذي يظهر مقدار الإضافات التي حدثت خلال العام. شهد العام إضافات عديدة سواء في مجال البنية التحتية من خلال عمليات الصيانة الكاملة لمعظم مرافق الكلية خصوصا المرافق الصحية، والحمد لله تم استلام المنشآت بعد عمليات الصيانة. كما أن الكلية خلال هذا العام نجحت في الحصول على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنظام الدراسة بالساعات المعتمدة في البرنامجي اللغة العربية واللغة الأجنبية، وانتظار التنفيذ إن شاء الله بقرار وزاري. أيضا الكلية عكفت على تنمية مهارات وقدرات العاملين من خلال عقد العديد من الدورات. الكلية تعمل أيضا على تطوير مجال الدراسات العليا بمختلف جوانبه، الماجستير والدكتوراه والدراسات المهنية وفتح برامج جديدة. الحقيقة احنا الشركة استشاريني للجامعة من سنة 2018 مع بداية حصول أمانة الجامعة على الأيزو 9001 2015، وبعد كده السنة اللي فاتت تم إضافة مواصفة 21001 2018 لأمانة الجامعة مع دخول عدد 7 كليات للحصول على شهادة الأيزو 9001 2015 و21001 2018، ونتمنى إن شاء الله خلال السنين الجاية كل كليات الجامعة تكون حاصلة على المواصفة 9001 2015 و21001 2018. المواصفة 9001 2015 دي بنسميها كواليتي مانجمنت سيستم أو نظام إدارة الجودة، وده ممكن تطبق على أي نشاط. أما المواصفة 21001 2018 فدي خاصة بالمؤسسات التعليمية. النهاردة الفريق متواجد في كلية التجارة، بدأنا الأعمال، بنشوف النظام اللي كان موضوع من العام الماضي ومدى تحقيق متطلبات كل مواصفة من المواصفات والأنشطة المختلفة على أساس نتأكد بس إن ما زالت الكلية والجامعة بالتبعية بتطبق المعايير ولم تتوقف عند حصولها على الشهادة في العام الماضي، بل ما زالت ماشية على المتطلبات أول بأول، ودي إجراءات دورية بتتبع من كل الجهات الاعتماد لضمان ان تحقيق الخدمه ما زال بيتم بالصوره المطلوبه والصوره اللائقه بجامعه سوهاج. هذا واكد رئيس جامعه سوهاج ان حصول عدد من الكليات على شهاده اعتماد جوده الاداء وتجديد تلك الشهادات سنويا ياتي نتاجا لما تقدمه اداره الجامعه من دعم ورعايه مستمره لكافه الكليات والادارات. اذن تجديد الاعتماد العام الثاني على التوالي لكليه التجاره، كنا معكم من جامعه سوهاج عبد الفتاح الدقيشي، وتحياتي خالد مشنب لقناه طيبه.